بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتور محمد أحمد مدحت، مدرس بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمستشفى الركحي كلية الطب جامعة أسيوط. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأسكرايسيس، ودي محاضرة تبع الكوريكولوم اللي على حضراتكم، ونظرا للظروف اللي احنا فيها ربنا يسلم حضراتكم جميعا. احنا بندي المحاضرات أونلاين. طيب النهاردة زي ما قلت هنتكلم عن الأسكرايسيس. اول حاجه، ايه هو الكوز اوف اورجانيزم للاسكرايسس؟ الكوز اوف اورجانيزم هو بارازايت يتبع مجموعه اسمها النيماتود او الراوند وورمز، اسمه اسكاريس لامبركويز. طيب الاورجانيزم ده بيبقى لونه وايت اوريلو، وبيبقى طوله من 15 ل 35 سنتي. طيب ايه لازمة ان احنا نبقى عارفين لونه وطوله وكده؟ هل هي معلومات اضافية احنا بنزود بيها اللود على حضراتكم، ولا ده مهم؟ الحقيقة ده مهم جدا وليه كلينيكال فاليو كبيرة جدا. ليه؟ لان حضرتك بتبقى موجود في العيادة الخارجية او في عيادة حضرتك، وبتيجي الام بتشتكي تقول لك والله الولد بينزل ديدان. هتسألها طب الديدان دي شكلها ايه؟ هتقول لك ديدان عاملة زي الشرايط ولونها ابيض او اصفر، او ديدان صغيره خالص زي الدبوس. دي هتفرق معاك. قالت لك لو ديدان زي الشرايط دي الاسكارس، لو ديدان صغيره وزي راس الدبوس دي الانتروبيوس فيرميكولارس. فانت كده من وصف الام عرفت ايه هو الديدان اللي بيعاني منها الطفل بدون ما تعمل تحليل ولا حاجه. فمهم جدا نبقى عارفين لونها وطولها ايه. طيب ازاي بيحصل الانفكشن؟ اول حاجه الادلت وورم بتبقى عايشه في السمول باول بتاعت الهيومن. طيب الفيميل وورم بتعمل اوفي ديبوزيشن، وده بيبقى اعداد كبيره جدا بتوصل ل 200 الف اوفا بير داي. بيبقى فيهم حاجات فيرتلايزد وفيهم حاجات انفيرتلايزد، ودي بتبقى الدياجنوستيك ستيج، بيبقى اللي هي الاوفا في الاستول. طيب الفيرتلايزد ايج بس هي الانفكشوس، انما الانفيرتلايزد ايج لا مش انفكشوس. بعد ما بتوصل للفيرتلايزد ايج في السويل اندر فيفربل كونديشن زي المويست والهيوميد تمبرتشر، بيتكون جواها الامبريو، والامبريو ده بيتحول للارفا، والهيومن بيرجع يبقى انفكتد عن طريق سولوينج الايج اللي جواها اللارفا. دي الانفكشوس ستيج او الانفكتيف ستيج، بتبقى سولود توصل للسمول انتستين، الايج بيحصل لها هيتش، اللارفا بتعمل بنتريشن للوول بتاعت السمول انتستين، وبتخش سيستميك تخش البورتال سيركوليشن، ومنها للسيستميك سيركوليشن، بعد كده توصل لللنج، وفي اللنج بيحصل لها ماتوريشن جوه الالفيولاي، وبعد كده بتعمل بنتريشن للالفيولاي، وبتعمل اسمه ايه ده، بتتسلق البرونكيال تري لغايه ما توصل للاسوفجاس، وتبقى سوالود وتوصل تاني سمول انتستين، ومن هنا تبدا السايكل تاني وتبدا الاوفي ديبوزيشن والرحله من اول وجديد. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر او المانيفستيشن بتاعت الاسكرايسيس؟ اول فيز هي المايجريشن فيز، وبتبقى من 10 ل 14 يوم اوف انجكشن. عاده بتبقى ريسبيراتوري مانيفستيشن، وهي دي الفتره اللي بيحصل فيها ماتوريشن للاورجانيزم جوه او البارازايت جوه اللنج. بيبقى فيه كف وديسنيا وويزس وارتكاريا، وتوصل ممكن للعيان يبقى فيه هيموتسيس يكح دم، وبيبقى ساعات فيه شيست بين. طبعا في الاكزامينشن بنلاقي ريلز ويزس، والعيان ممكن يبقى تاكيبنيك. طيب بعد ما بتوصل الاورجانيزم او البارازايت الابدومين، بيبقى فيه الابدومينال مانيفستيشن، ودي بيبقى عباره عن ابدومينال بين وديستنشن وكوليك، وبيبقى فيه نوزيا وانوركسيا، وتيجي الام تشتكي يقول لك الولد على طول بطنه منفوخه وملوش نفس ياكل، او بياكل ومش ظاهر عليه، وممكن يبقى فيه طبعا انترميتنت ضريه معاها. ممكن يبقى الانفكشن فيري هيفي، ويبقى فيه لارج نمبر اوف بارازايتس جوه السمول باول، لدرجه انه يحصل سمول باول اوبستراكشن، يجي العيان باكيوت ابن انتستينال اوبستراكشن. زي ما قلت قبل كده الابدومينال ديستنشن ده من الحاجات الكومون في الاسكاريس انفكشن، بس طبعا دي حاجه نوت سبيسيفيك. ممكن العيان يجي بالكلينيكال بيكتشر بتاعت الكومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن بتاع الاسكاريس؟ في طبعا نيوتريشنال ديفيشنسي،
زي الفيتامين اي ديفيشنسي وده يعمل نايت بلايندنس، او الفيتامين سي ديفيشنسي وده يعمل سكيرفي، او البروتين ديفيشنسي وده يعمل مال نيوتريشن. تيجي الام تقول لك الواد مهما ياكل مش باين عليه، ما بيكبرش. او كومبليكيشن ممكن يحصل اكيوت ابدومين وانتستينال اوبستراكشن، وممكن يحصل فولفولس وانتسسبشن. فيري رير ان الاسكاريس تيجي بابر جي اي تي بليدنج، ودي حاجه رير. ده نتيجه ان هو ممكن مكان الاتاش بتاعها في السمول باول يعمل تعمل اروجن، والاروجن ده ممكن يؤدي الى جي اي تي بليدنج. طيب ممكن الاسكاريس توصل لمكان مش في السمول باول فتعمل كومبليكيشن، ممكن توصل للبروتونيوم فتعمل بروتونايتس، ممكن توصل للبيلياري شانلز فتعمل بيلياري كوليك واكيوت كولسيستايتس وكولانجايتس وهيباتيك ابسيسز، وممكن توصل لاوبستراكتيف جونز. لو دخلت البنكرياتيك دكت تعمل اكيوت بنكرياتايتس، وده بيبقى معاه نوزيا فوميتنج وفيفر. وده عاده الحاجات دي النوزيا والفوميتنج والفيفر تبقى مع كل الكومبليكيشنز لو الاسكاريس وصلت لابنورمال سايز. وممكن الاسكاريس تروح الابندكس وتعمل ابندسايز. يبقى الكومبليكيشن يا اما نيوتريشنال، يا اما او ان الكومبليكيشن في وجود نتيجه لوجود الاسكاريس بهيفي انفكشن موجوده جوه السمول انتستين، او ان الاسكاريس توصل الابنورمال سايت وتعمل كومبليكيشن. ايه الابنورمال سايتس؟ البروتونيوم، بيلير شانلز، البنكرياتيك دكت، او الابندكس. طيب ازاي اقدر اشخص الاسكرايسز؟ اول حاجه الاستول اناليسيس، زي ما احنا قلنا ان بلاقي الاوفا في الاستول. ممكن اعمل سي بي سي، بلاقي فيه زينوفيليا، وده بيبقى موجود في المايجريشن فيز اللي هي اول 10 ل 14 يوم زي ما احنا قلنا. سيرولوجيكال تيست مش مفيده، مش بقدر اشوف انتي بودز اجينست الاسكاريس. والايمجنج ستادي، الايمجنج ستادي عاده بتفيدنا في الدايجنوز بتاع الكومبليكيشن، يعني ممكن اشخص بيها الانتستينال اوبستراكشن، ممكن اشخص بيها البنكرياتايتس، الابندسايتس، الهيباتيك ابسيسز، الاوبستراكتيف جوندس. انا بشوف الكومبليكيشن وبعد كده بشوفها بكتشف مثلا ان سببها الاسكاريس. الايمجنج ستادي مش بحدد بيها الاسكاريس ذات نفسها، انما بحدد بيها الكومبليكيشن اللي ناتج عن الاسكاريس انفكشن. طيب التريتمنت، الحقيقه الحمد لله ان الميديكال تريتمنت فيري افكتيف في علاج الاسكاريس. ممكن ادي الالبندازول 400 مللي جرام وانس، مره واحده في اليوم خلاص ما يتكررش، او ادي الميبندازول 100 مللي جرام مرتين في اليوم لمده 3 ايام. نتيجة ان العيان عادة بيبقى يحصل له repeated infection، فممكن يحتاج repeated courses من التريتمنت، انما الميديكال تريتمنت فيري افكتيف يعني. شكرا.